ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معرض الكتاب الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. محمد، بعد التحية صف لي الأجواء لديك وماذا عن تواصل الفعاليات والندوات داخل معرض الكتاب في نسخته 55؟ نعم، أرحب بك مرة أخرى من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55. يمكن احنا موجودين دلوقتي في الصالة رقم 2، هذه الصالة التي كان لها نصيب كبير اليوم من الإقبال منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخامس للمعرض. يمكن اليوم أيضا كان هناك زخم كبير من الندوات والأحداث الثقافية داخل المعرض. نتحدث عن أكثر من 10 ندوات أقيمت على هامش اليوم الخامس. نتحدث عن يعني ندوة خاصة بمكتبة الإسكندرية، وتحدث فيها الدكتور أحمد زايد رئيس المكتبة على كيفية كانت مصر ناجحة في محاربة الإرهاب وكيف تخلصت من مخالب الإرهاب، وبعد ذلك انطلقت إلى البناء والتنمية. أيضا كان هناك ندوة خاصة للدكتور زاهي حواس، تحدث فيها عن التاريخ المصري الفرعوني وكيف كانت مصر دائما منبرا للثقافة والعلم والحضارة. أيضا كانت هناك ندوة لشاعر مكسيكي يعني كان لديه حرص كبير على يعني أن يتواجد داخل معرض القاهرة وإلقاء الشعر، وكيف أن معرض القاهرة الدولي للكتاب هي منصة ثقافية تجمع دائما جميع الشعراء وتحتضن العقول المستنيرة من مصر ومن مختلف دول العالم. يمكن أيضا يعني نسبة الإقبال والحضور داخل معرض القاهرة اليوم في اليوم الخامس هي نسبة كبيرة جدا. يمكن من الساعات الأولى من الصباح هناك عدد كبير من الزائرين توافدوا على المعرض، ويمكن لاحظنا أن هناك يعني نسبة الشباب من الحضور هي نسبة كبيرة جدا، يعني الذين حرصوا على القدوم للمعرض، هذا بالإضافة إلى يعني توافد عدد كبير من الأسر المصرية للمعرض، خاصة في بعض الأقسام الخاصة بالكتب الخاصة بالأطفال والتربية والنشأ وغيرها. نتحدث عن اليوم الخامس لفعاليات المعرض، وخاصة في صالة رقم 2 والتي تحتضن العديد من الكتب المختلفة، منها كتب خاصة بالشعر وكتب خاصة بالثقافة والآثار المصرية والحضارة وكتب خاصة بالفلسفة وأيضا كتب خاصة بالتسويق الإلكتروني للشباب. وهذه الكتب كان أيضا يعني جذبت عدد كبير من الشباب من لديهم شغف أيضا بإنشاء بعض الشركات والتسويق الإلكتروني، والعديد أيضا من الشباب خاصة في هذه الشريحة التي يهتم بها التسويق الإلكتروني من الشباب. لكن اليوم الخامس في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب هي يعني يوم مزدحم جدا بالفعاليات الثقافية والفعاليات الفنية والفعاليات الترفيهية أيضا التي تستقبل الحاضرين والزوار من على البوابات الرئيسية، هو ما يجعل يعني معرض القاهرة الدولي للكتاب منصة ثقافية يعني نعم. أسرية يأتي إليها الجميع من جميع، ليس فقط من جميع المحافظات ولكن أيضا من جميع دول العالم. وكانت لنا لقاءات مع يعني جنسيات مختلفة وأبدوا سعادتهم وانبهارهم بالتنسيق والتنظيم التي ظهر به يعني معرض القاهرة الدولي للكتاب. يمكن بنؤكد أيضا أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يؤكد أن مصر كما كانت دائما هي بلد الحضارة وبلد الثقافة وبلد التاريخ، هي أيضا بلد المعرفة وبلد العلم وبلد الحضارة. يمكن هذا ما لدينا أو ما شهدناه وما رصدناه من خلال تواجدنا من خلال اليوم، وأعود إليك مرة أخرى. شكرا جزيلا الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري.